حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في المواجهة. أسئلة اليوم وملفات المستقبل. في الواقع الاستهلاكي السعودي الضخم، حيث نعد من أكثر بلدان العالم استهلاكا لكل شيء. تمثل حقوق المستهلك واحدة من أبرز المحاور التي تشتغل عليها مؤسسات حكومية وجمعيات أهلية، أيضا تدير وتنظم علاقة المستهلك بكل ما يستهلكه على مختلف الأصعدة. المستهلك دائما بحاجة إلى حماية، والقانون إنما يحمي الذين يحتاجون إليه. لدينا جزء يسير وليس بالقليل أيضا من هذه التجارب في حماية المستهلك، إلا أنها ظلت دائما بحاجة للمزيد من تفاعل مختلف الجهات معها. مؤخرا مجلس الوزراء يقر إنشاء جمعية لحماية المستهلك ويجعل تعيين أعضائها في الدورة الأولى بيد وزارة التجارة، ومؤخرا أيضا منذ يومين مجلس الوزراء يقر إنشاء جمعيات أهلية متخصصة مرتبطة بقضايا حماية المستهلك. هذه القضية موضوع المواجهة لهذه الليلة. أنا وشركاء المواجهة الدكتور ناصر التويم، نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، أيضا المحامي عبد الرحمن الجريس المحامي بجمعية حماية المستهلك. تقرير للزملاء نتابع ونعود التعليق عليه، تفضل. لا يخفى على الجميع أهمية تلبية رغبات المستهلكين وما تحققه لهم من متعة ورفاهية في اقتناء ما يحتاجونه من سلع وخدمات، وقد أدى ذلك إلى تزايد المخاطر التي تهدد المستهلكين ماديا ومعنويا، خصوصا بعد تطور الدعاية والإعلان التي تكاد تنسي المستهلك مضار السلعة الاستهلاكية المحتمل. تشير الاستطلاعات أن حجم الغش التجاري عالميا بلغ حوالي 800 مليار دولار، أي ما يشكل 7% من التجارة العالمية، في حين يتراوح الغش في الوطن العربي بين 50 و100 مليار دولار. قانوناً هناك مسؤولية افتراضية على المستهلك باتخاذ الحذر والحيطة اللازمة عند الشراء، غير أن وجود هذه المسؤولية وبصفة عامة لا يمنع من انتقاص حقوق المستهلك وتعرضه للمخاطر. لسد هذه الفجوة بين مقدم السلعة والمنتجات والخدمات واحتياجات المستهلك، كان لابد من وضع ضوابط معينة بهدف حماية المستهلك حتى لا يكون ضحية الجشع أو التدليس أو الغش أو الاحتيال. جمعية حماية المستهلك إحدى منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، تستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية لهم من أنواع الغش والتقليد والمبالغة في رفع الأسعار، عن طريق توعيتهم بحقوقهم وتلقي الشكاوى والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة. تسعى الجمعية لأن تكون مؤسسة المجتمع المدني الرائدة في حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، ومصدرا للمعرفة لتوعية المستهلك وإرشاده وتثقيفه عبر الأبحاث والدراسات والخدمات الإلكترونية. وبعد أن برزت العديد من الأسئلة حول دور جمعية حماية المستهلك ومدى فاعليتها على مدى سنوات، جاء قرار مجلس الوزراء بتنظيم جمعية حماية المستهلك وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية لمدة 3 أعوام، وتخصيص نسبة يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك. وبعد أسبوع من هذا القرار جاء القرار التالي، حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك، تكون لها شخصيات اعتبارية وذمم مالية مستقلة، على أن تقوم وزارة التجارة بالترخيص لهذه الجمعيات ووضع الترتيبات اللازمة لضمان حسن أدائها. هل يستطيع المجلس القادم أن يعيد ثقة المستهلك بالجمعية؟ ما الدور الذي ستقوم به الجمعيات الأهلية المتخصصة بما يحقق رضا المستهلك؟ أسئلة عديدة تطرح على طاولة المواجهة. حياكم الله، أهلا بكم في المواجهة. دكتور ناصر، يعني تابعنا في التقرير وتابعنا من أيام، لكن خلينا عشان نحط الناس في الصورة قبل ما نجي للقرارين الأخيرين لمجلس الوزراء.
وش هو واقع حماية المستهلك في السعودية اللي هي واحدة أظن من أهم الجمعيات وأقواها في كثير من بلدان العالم، ها؟ ولها سلطة وتؤثر وتستطيع أنها ربما يعني تقيم دعاوى على شركات ضخمة انتصارا للمستهلك. الآن وأنت من تجربتك السابقة، كيف نقرأ الواقع الحالي قبل هذا القرار لحماية المستهلك في السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية الحقيقة بشكر التلفزيون السعودي ممثلا في القناة الأولى وشخصيا لكم شكر خاص على هذا البرنامج اللي سميه الحقيقة المتميز والساخن. تسلم. وشكر موصول لزميلي في الاستديو وكافة الأخوة المشاهدين والمشاهدات. طبعا الجمعية هي جزء من منظومة من الحقيقة المؤسسات والأنظمة التي وضعتها الدولة اتباعا للعناية بهذا المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته وكل ما يريحه الحقيقة وحقوقه بشكل عام. هذه حماية المستهلك طبعا هي موزعة ما بين عدة قطاعات، هناك أكثر من 80 نشاط يعني كلها معنية بخدمة وحماية هذا المستهلك. طبعا لدينا من الأجهزة الحكومية العديد كلهم في مجاله. نشأت الجمعية لتكون الحقيقة مرجعية فيما يتعلق للحقيقة المستهلكين، تمثل صوت المستهلك. هذه الجمعية طبعا نشأت في ظروف غير عادية، طبعا قد يكون التنظيم اللي أنشئت بناء عليه كان في نوع من الخلل فيما يتعلق بالتنظيم، كان اللي كان صادر من التجارة تقصد؟ لا، كان هو كان صادر من عدة جهات طبعا. عدة جهات، 13 جهة شاركت في إنشائه. نعم. فيما يتعلق بقضية بالذات تحديد الموارد المالية. ايه. والتي طبعا حملت الجمعية الحقيقة مسؤولية كبيرة جدا، يعني بنت برامج بناء على التنظيم الذي صدر عام 29. ايه. 2029. ايه. هذا التنظيم أعطى الجمعية حق في 10% من رسوم استقطاب الغرف التجارية. لكن طبعا أحجمت الغرف واضطرت الجمعية تروح للمحاكم. شلون أحجمت؟ أحجمت عن الالتزام بدفع 10%. طيب كل هذه السنوات ما في نظام يلزمها؟ لا، كان يفترض، واضطرت الجمعية، زملائي في المجلس اضطروا الحقيقة يروحوا للقضاء وكسبوا القضية طبعا قضائيا وبالاستئناف. يعني عندما كسب القضية طبعا العام الماضي، فهنا طبعا أخذ المسار آخر، حلت قدم مشروع جديد جدا طبعا، لأنه كان أحجمت الغرف والجمعية الحقيقة وضعت في مأزق، لأن عندها برامج طموحة وبنت ميزانيتها على هذا الحقيقة المخصص المالي، وبالتالي كان لابد من اتخاذ إجراء. وعموما صدر قرار مجلس الوزراء الجديد والذي طبعا نثمن أي خطوة. لكن خليني قبل ما نجي هالقرار، يعني معناته على مستوى الجمعيات الأهلية ما في شيء؟ في جمعية واحدة حماية المستهلك طبعا. هذه الجمعية طبعا أنشئت كما ذكرت واستكملت البنى التحتية. أي بس مو شغالة يعني طوال الفترة الماضية؟ ما شغالة تقلها. شغالة بالعكس، قامت بدور كبير جدا، وأنا وممكن الواحد يطلع على تقاريرها، يطلع على الموقع الإلكتروني للجمعية. يعني طبعا لسنا بوارد نتكلم عن اللي بنته الجمعية. نعم. لكن أطلقت قناة فضائية، استقبلت أكثر من 84,000 قضية، طبعا أنتجت أكثر من 100 فيلم توعوي، آلاف الزيارات للمدارس والأسواق، ندوات، محاضرات طبعا. طيب. بل قدمت مبادرات، يعني مبادرات الأجهزة الحكومية، والحمد لله نفذت آخرتها الحقيقة قضية المطالبة بتثبيت أسعار الحليب ومعاملة الأسوة. طيب. بالدولة. خليني أخذ الشيخ عبد الرحمن، يعني يمكن كونك محامي بالجمعية قريب جدا من هذه القضايا، أنا ليش سألت الدكتور أقول له أنه يعني البعض يراها ما اشتغلت، البعض يقول أنه الجمعية في فتراتها الأخيرة انشغلت بهالقضايا في محاكم وفي ترشيحات وفي على حساب عملها المؤثر والمهم وهو حماية المستهلك. الحقيقة هذا السؤال يعني أصاب كبد المشكلة حقيقة، يعني وأشكرك على طرح هذا السؤال. يجب أن لا تخلط الأمور في موضوع جمعية حماية المستهلك. الجمعية كيان مؤسس من خلال تصويت جمعية عمومية. نعم. كلهم من مواطنين هذا البلد، ومعظمهم من المهتمين في هذا المجال تحديدا. وفيهم الأساتذة والأكاديميين ورجال الأعمال، ويعني أصحاب الاهتمام،
وأصل حماية المستهلك في الواقع هو ينطلق من مبدأ شرعي ومبدأ أيضا متعارف عليه دوليا. المبدأ الشرعي هو الحسبة في مجال حفظ الضروريات الخمس وجزئية المال. المال نعم. أي نعم. بأنواعه سلعه واقتصاد الناس وحاجاتهم. وانضباط هذه المسألة ينبني عليها الرفاه للمجتمع وينبني عليها أمور كثيرة. وبالتالي هذه قضية يجب يعني أن تكون محاطة باهتمام الجميع. لما تنظر لهذا الجمعية ككيان يتفق الجميع على وجوب دعمه وتطويره وإعطائه صلاحيات يعني أقرب للصلاحيات المطلقة في سبيل كبح جماح كل طامع كل طامع أو كل جاهل لأن هناك من يجهل يعني خطورة هذا الموضوع. من خلال الاطلاع على ملفات الجمعية وجهودها أنا أستطيع أن أسميها في الفترة الفائتة أنها الجندي المجهول الذي تعرض للظلم البالغ. من مين الظلم البالغ من يعني دعني ما دامك سؤالك عميق سأكون أيضا عميقا فيه. هو من بعض الجهلة الذين وجهوا للجمعية سياط الكتابة الإعلامية التي شوشت على المجتمع وصناع القرار في فترة من الفترات. و يعني أنت تقول أنه كان في حملة ضد الجمعية. نعم هناك حملة. هذه الحملة حملة يعني جائرة جدا أضرت بصورة الجمعية. نعم في وسائل الإعلام وعند الناس في وسائل الإعلام لجأت إلى التشهير ورمي التهم الجزاف من بعض الكتاب المعروفين. وخلال مناقشة القضايا حقيقة طرحنا أن الجمعية تسلك منهجا سويا حكيما في البعد عن المهاترات والتركيز في الموضوع. الكتاب ذولي يعني أو الإعلاميين ذولي يعني وش فائدتهم؟ يعني ليش الجمعية؟ يعني أنت بتقول أنهم مرتبطين بتجار مثلا أو بشركات أو بسلع جابهتها الجمعية؟ أنا أقول أن هناك يعني نوع من الحرب الباردة يعني خلنا نقول أطرافها غير ظاهرين. وهذا نعم أطرافها غير ظاهرين غير ظاهرين للمجتمع غير ظاهرين للمجتمع حقيقة. وهذا يعني يستدعي فتح ملف تحقيق كبير يتبنى من خلال الجهات المعنية فعلا بهذا الموضوع. لكن ليس هذا مكان طرحه في الإعلام. نعم طيب إذا لكن أحب أوضح لك نقطة. الجمعية قامت بما نص عليه النظام بحذافيره بجهود أقرب ما تكون شخصية من فريق العمل المتواجد ومعظمهم من الناس الأكفاء المعروفين في مجتمعهم وفي تقديمهم للخدمات وبأقل يعني الإمكانات التي يعني مثل ما يقول المثل رماه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. طيب الآن دكتور من أسبوعين أظن قرابة الأسبوعين مجلس الوزراء لما أقر إنشاء جمعية لحماية المستهلك تتبع الوزارة أو الوزارة تعين أعضاءها للدورة الأولى اللي هي 3 سنوات. البعض علق على هذا القرار بما فيه من إيجابية أنه صراحة راحنا من الصراع اللي أحيانا يصير في بعض الجمعيات الأهلية مش بس جمعية حماية المستهلك، الصراع اللي يصير حول الترشيح الأعضاء، بهذا يرى أنه بطريقة الانتخاب لم تكن عادلة، خاصة أن الناس الآن عندها نوع خلني أقول لك من الرضا عن ما تقدمه وزارة التجارة فيما يتعلق بحماية المستهلك. شوف بالنسبة الجمعية لم تمر بصراعات فيما يتعلق بالتهافت على المناصب الجمعية، هذا لم يحدث إطلاقا، بل وإذا كان هناك نوع من الاختلافات فهذا أعتقد ظاهرة صحية وإيجابية، ويجب أن أي تجربة مؤسسية يجب أن تعطى الوقت الكافي للنضج. وبالعكس الجمعية هي من بادر بتفعيل الحوكمة، من بادر في الحقيقة حتى يعني أنا عندما كنت رئيسا أول قرار اتخذ كان الحقيقة مراجعة الراتب ونقص 25% من الناس أنا اللي أيدته. شنو الراتب؟ راتب مين؟ راتب الرئيس طبعا. راتب الرئيس ونائب الرئيس هو متفرغين للعمل،
فلا بد انه لهم راتب معين. فانا اتكلم فقط عن الحوكمه اللي تمت في الجمعيه، لكن طبعا الجمعيه اشغلت بقضايا قانونيه، لكن اعتقد انه دائما يجب ان ننظر لهذه التجارب جمعيه حديثه جدا. صحيح انها مرت بظروف خارج عن ارادتها، والمجلس اللي انتهت فترته وحمل قرار اتخذ المجلس السابق، يعني ليس له ناقة ولا جمل. ومع ذلك الحقيقة هذا المجلس السابق الحمد لله استطاع أن ينجز الكثير. طبعا لسنا راضين إطلاقا من ناحيتين، لسنا راضين لأن كان عندنا برامج طموحة ولم نمكن ماليا من حقوقنا. طيب خليني بيشترك معنا الدكتور فضل البوعينين الكاتب الصحفي. حياك الله أستاذ فضل. حياك الله، يا هلا فيك. الله حييك، الله يسلمك. نتناقش في قراري مجلس الوزراء اللي قبل أسبوعين فيما يتعلق بجمعية لحماية حقوق المستهلك تتبع لوزارة التجارة، والوزارة تعين أعضاءها في الدورة الأولى، وأيضا قرار مجلس الوزراء اللي قاضي بإقرار جمعيات متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك. في يعني كثيرين، وهذا كان سؤال الدكتور ناصر، أنا مع الدكتور ناصر التوي مع الشيخ عبد الرحمن جريس، بالكثير علقوا على أنه واقعنا الحالي الاستهلاكي المخيف بحاجة إلى تفعيل كبير جدا لقضية حماية المستهلك، سواء من خلال جهات مرتبطة مع الوزارة أو من خلال جهات أهلية. أنت كيف تقرأ التجربة السابقة لحماية المستهلك، وش اللي يعني تتوقع أنه المرحلة القادمة تحتاجه من عمل في هذا القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي لك اولا وللاخوان الموجودين معك. فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء، انا اعتقد ان هذا القرار يصب في مصلحه المستهلكين، ويصب في مصلحه قطاع الاستهلاك بشكل عام، وبما يساعد على رفع كفاءته من خلال الجمعيات التي يمكن ان تكون الممثل الحقيقي للمستهلكين، والتي تقدم لهم أيضا الحماية التي يحتاجونها. فيما يتعلق بالجمعيات المرتبطة أو الإدارات المرتبطة بوزارة التجارة أو المستقلة، أنا أعتقد أن التغيير الوزاري الأخير في وزارة التجارة أحدث تغييرا نوعيا في أداء الوزارة أيضا. لذلك وجدنا أن هناك نشاط كبير في وكالة الوزارة لشؤون المستهلك، وهذا التحرك هو الذي دعم التغير الكبير في السوق السعودية. لذلك نجد اليوم احترام أكبر للمستهلك، نجد أن هناك من يستمع لصوت المستهلك، نجد أن هناك. طيب هذا ما تحقق شيء منه أيام الجمعية؟ عفوا، هذا اللي أنت تقوله اللي صار الآن ما تحقق منه شيء أيام الجمعية؟ لا طبعا، يجب أن نعترف الجمعية حماية المستهلك قاموا بعمل مقدر ومشكور، خاصة وأنهم اجتهدوا كثيرا، ولكن حقيقة إذا لم يكن هناك النظام أو الجهة النظامية التي تساند عمل الجمعية وتساند حماية المستهلك، فلن تستطيع أيضا الجمعية فعل أي شيء. اليوم الوضع مختلف، البيئة اليوم بيئة السوق السعودية باتت مختلفة، باتت هناك أنظمة وقوانين ووزارة يمكن أن تكون في صف المستهلك. لذلك يمكن للجمعية اليوم أن يكون عملها أكثر كفاءة مما كان عليه سابقا. إذن أنا مع حقيقة أن يكون هناك ارتباط بالوزارة فيما يتعلق ببعض الإدارات والجمعيات، وأيضا أنا مع أن تكون لدينا جمعيات متخصصة في كل قطاع من القطاعات التجارية. طيب دكتور ناصر يعلق بالله شوي، خليك معه تكفى. اسمع دكتور ناصر الصوت لو سمحت، لأني لا أستطيع السماع. شباب ضبطوا الصوت، والدكتور ناصر يعلق عليك، تفضل. أسعد الله مساك أستاذ فضل. حقيقة أنا بقدر الأستاذ فضل حقيقة على رأيه الثاقب دائما. طبعا هو القضية مهما يعني، طبعا كلنا بنشيد بالجهود اللي تبذلها وزارة التجارة مثلا في الوكالة. نعم. هذه الجهود تشكر وحراك، وهي انشأت الوكالة بالتزامن مع الجمعية الحقيقة. نعم. تقريبا في نفس القرار، لكن القضية الحقيقة أكبر من كذا. إذا درسنا واقع المملكة فيما يتعلق بحماية المستهلك، الموضوع حماية المستهلك ولا يقتصر على وزارة التجارة، هناك كما ذكرت أكثر من 80 نشاط. فأنا اللي بيتم الآن أن الآن القضية 80 نشاط مين كلها تابع الوزارة؟ لا مش تابع الوزارة، وزارة بتغطي جزئية بسيطة جدا حماية المستهلك. هي تغطي الجزئية الأكبر،
أنت تتكلم على مثلا المقاييس، مواصلات المقاييس. لا بتكلم عن حقوقك في خدمات التأمين، خدمات البنكية، في الخدمات الصحية، مواصلات النقل. النقل، المواصلات، يعني المسالك، يعني في قطاع كبير، في الاتصالات، في الأسعار، في البنوك، في الأخطاء الطبية، في تبني القضايا. يعني أنت تتكلم عن قطاعات عريضة جدا، وتعني قطاعات أخرى. فلذلك طبعا انه بنشيد بهذه الخطوه وهذا الحراك، حتى بنشيد بقرار المجلس الوزراء وبنتمن هذا القرار، ربما الحقيقه بيحل المشكله قضيه التمويل للجمعيه، وفي نفس الوقت بيعطينا توسع في مؤسسات المجتمع المدني المتخصصه. لكن القضيه يجب ان ننظر ايضا القضيه هيكليه عندنا في المملكه، مهما صار فتظل عندنا مشكله كبيره جدا لا نستطيع. انا حتكلم عن عندنا فراغ، يعني لابد ان نسد الفراغ، الغياب التنظيمي والفراغ المؤسسي. بمعنى آخر، لا بد يكون عندنا نظام صارم لحماية المستهلك، تنظيم، نظام. لا يوجد عندنا نظام الآن، أنا مجموعة أنظمة وتنظيمات والحقيقة لوائح، وهذه اللوائح لا ترتقي لحجم العقوبات. ممكن أتكلم بس على أربع أشياء أساسية بس. إذا بسمع الأستاذ فضل في التعليق، تفضل أستاذ فضل. أنا مع ما يقوله الدكتور ناصر فيما يتعلق بالجمعيات، جمعيات المؤسسة المدنية المتخصصة، وأشرت لها في بداية حديثي. لأننا لا نستطيع الاعتماد على جمعية واحدة ونقول أن هذه الجمعية يجب أن تقوم بالدور الفاعل لحماية المستهلكين في المملكة، بل يجب أن يكون لدينا جمعيات مختلفة ومتخصصة في قطاعات، وكل هذه الجمعيات يفترض أن تقوم على أكتاف المتخصصين في هذا القطاع. القطاع الطبي على سبيل المثال يمكن أن يشكلوا جمعية للجانب الطبي، الجمعية المصرفية على سبيل المثال، مثل هذه الأمور يجب أن تتوسع. فيما يتعلق بالنظام، نحن نقول العمل اليوم بالمتاح ونطالب بما هو ليس متاح. إذا نحن في حاجة اليوم، طالما أن هناك حراك قوي من قبل وزارة التجارة ووكالة الوزارة لشؤون المستهلك، يفترض أن نكون نحن أيضا داعمين لهذا الجهد من خلال تأسيس جمعيات قادرة على أن تدعم هذا الحراك وأن تستفيد منه. فيما يتعلق بالأنظمة، نعم أتفق معه، نحن نحتاج إلى أنظمة صارمة يمكن لي أن يكون هناك قوانين، تشريعات للمعاقبة. بعض التشريعات القديمة تحتاج إلى تجديد، ولكن أتمنى اليوم أن نعمل وفق الممكن وأن نطالب بما ليس موجود حاليا، وهذا لا يتعارض مع الجهود المبذولة. أتمنى حقيقة النقطة الأخيرة إذا سمحت. تفضل على السريع. الله يعافيك. تفضل على السريع. نعم. فيما يتعلق بالتمويل، التمويل السابق للجمعية كان يتحدث عن تمويلها من قبل قطاع الأعمال، الغرف التجارية أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. يجب أن يكون لهذه الجمعيات دعما مباشرا من الدولة. لماذا نستقطع أموال التجار الذين يفترض أن نكون نحن من الغرف مباشرة؟ أنت تتحدث عن الغرف لن يشكلها التجار، هذه هي الحقيقة. فنحن نحتاج إلى ميزانيات متخصصة. طيب هذا كلام كثير مهم والله، ويجب أن تصرف عليها. هذا كلام كثير مهم، شكرا جزيلا لك أستاذ فضل أبو عينين. أنا بس ودي تعلق على هالجزئية، والشيخ يعلق عليها بعد، اللي هي وانتم لكم يعني بالنسبه للتمويل، على موضوع التمويل. موضوع التمويل هو في قاعده عامه، ما دام صدر قرار من ولي الامر السمع والطاعه، قضيه هل هو من التجار او غيرهم هذا طبعا لا يخصنا. فبالتالي لا هو بس يعني احنا حتى نستوعب هذه الجزئيه، واحنا يعني وظيفتنا انه نقرا مختلف القرارات ونتعامل معها سعيا تفعيلها بالشكل المجدي الذي يلبي تطلعاته للأمر، وللأمر إنما يشرع لي ولك وللناس لفائدتنا ولحمايتنا. صحيح. لكن البعض يقول إنه هل الغرف التجارية حتصرف من ميزانياتها أو من وزارة التجارة، ولا حتصرف من التجار؟ وطبعا حتى في الآن مع القرار الجديد أيضا سيستقطع من الغرف التجارية، سيظل استقطاع، وهذا طبعا هذا إرادة. وش النموذج الغربي مثلاً؟ النموذج الغربي طبعا هو يعني تختلف تجربة مثلا بعض، مثلا لو أخذنا جمعية ووتش في بريطانيا، معظمها الحقيقة تأتي من الأدلة الحقيقة النوعية،
اللي تصدرها يعني. اللي تصدرها الأدلة النوعية في معظم أوروبا أيضا، في عندهم الحقيقة مراكز التحكيم والمساندة القضائية والقانونية، يعني بيساندوا المضطرين قانونيا، بياخذوا رسوم بيحصلوا منها. في أمريكا تختلف، في الهند أيضا عندهم الحقيقة، وفي أمريكا والهند أيضا في قضية المختبرات وعلامات الجودة والثقة وتبني القضايا الحقوقية. هذه تمثل مصادر دعم للجمعيات. أنا عشان ما تخرع شيخ بسأله عن الجزئية التالية، وهذه حقيقة لابد نواجهها وتداخل فيها دكتور ناصر الدرايتشي. الآن الناس لديها نوع كبير من الرضا صراحة عما تقوم فيه وزارة التجارة، من القرارات إلى حساب توفيق الربيع على تويتر، ويرون أنه هذا أضخم تحرك يحدث لحماية المستهلك. عاد تتفق وتختلف عند ناصر هذا موضوع ثاني، لكن هذا يحفز الناس للقبول بأنه ودهم إذا الرتم بيستمر بهذا الشكل خلوا كل الجمعيات عند وزارة التجارة. طيب الجمعيات الثانية كيف تتوقع أنه حتكون العلاقة بينها وبين الجمعية اللي تابعة الوزارة؟ طيب أنا أبي منك يعني تعطيني وقت تفضل واسع على أساس أنها هي فكرة مترابطة. وأنا بعلق على جزئية مهمة اللي ذكرتها. أولا أنا أول يعني من يعني يؤكد كلامك ويتفق معك في أن وزير التجارة قام بجهد كبير وعظيم في حماية المستهلك، وأن هذا الجهد دعم من أعلى الجهات في هذا البلد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولية وكل مخلص وصادق وأمين في هذه البلاد. هذه الجزئية الثانية ليست محل نقاش. الأمر الثاني أن هناك أمور يعني أنا كمحامي في هذه القضية حقيقة أعتبر أن هذه القرارات التي صدرت هي تصب في صالح الشخصي بالدرجة الأولى، لأن اعتبر كسبت القضية ضد القرف التجارية وثبت للجمعية يعني مستحقاتهم الكاملة. لكن الأهم من هذا دراهم يعني؟ نعم، وستحصل الجمعية على فيما مضى لن يقل دخل الجمعية بموجب هذا القرار الجديد عن 120 مليون، وهذا مبلغ ضخم وهائل. 120 مليون نعم في حدود القضية، فهذا من على المستوى الشخصي يعتبر شيء جيد. لكن شرف المهنة يدعو الإنسان أن يقدم يعني مجتمع وطنه وفق استراتيجية مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، نصت على أن المحامين ينقدون الأنظمة ويقدمون النصيحة في ذلك، وأيضا ألا يظلم شخص على شخص وفق النظام الأساسي للحكم. نعم، لأن هناك مساواة في الفرص، وأن لا يجرم شخص إلا بنص وبموجب حكم قطعي. الإشكال ليس في جهود الوزارة، جهود حميدة ومشكورة، ويعني أي شخص أتصور أنه يطعن فيها ولا يعني يثني عليها أعتقد أنه يكون مصاب بأمراض نفسية حقيقة. كذلك القرار الصادر من المقام السامي من بموجب الأمر السامي من مجلس الوزراء لا شك أنه ينظر بنظرة واسعة وشاملة للمجتمع. محل الإشكال لدينا هو جزئية محددة، هو أن الجمعية مرت في خلال الخمس سنوات الفائتة إلى يعني ضغوط ومهاترات تنقل في الإعلام بصيغة تختلف عن الواقع، ثم تفسر الأمور على هذا الأساس. بمعنى أنا أجي لشخص مثلا يشرب مثلا المشروبات الغازية، وأعطيه كتاب عن خطر هذه المشروبات، ثم يقول والله أنا فعلا قرأت هذا الكتاب واقتنعت أن المشروبات تسبب أمراض وإلى آخره، والحل أني خلاص أتوقف عن القراءة خلاص ما دام المسألة أن البيبسي هذا ضار أن القراية تبعد أقرأ. هذه بالضبط اللي قاعد يصير الآن في هذه القضية. الجمعية قدمت وفق إمكانيات محددة، هذا الاستوديو ما كان ليقوم فيه صيانة الإضاءة لولا وجود ميزانية، ولا كان الأخوة المصورين متواجدين الآن وكذا يعني أتكلم عن الوضع بعد ما في الفترة الفائتة. فلا يمكن للجمعية أن تقوم بمهامها في ظل إحجام الجهات التي كلفها ولي الأمر وجوبا بسداد مستحقات معينة وفي مدد محددة، وهي أس العمل والمال عصب الحياة، كيف لي أن أنجح؟ طيب إذا عندي 40 موظف كلهم اضطرت الجمعية أن تسرحهم،
ثم عندها قناة فضائية، عندها مشاريع، عندها دراسات، عندها موجبات. وش موجود الآن في وضع الجمعية الليلة هذه؟ وش اللي موجود؟ من أي ناحية مادية؟ من ناحية الكوادر المادية. من ناحية الكوادر تعتبر كوادر قليلة جدا في ظل الإمكانيات المحدودة. يعني أنا أتوقع الآن اللي عليهم الكلام يصرف عليهم قد لا يتجاوزون يعني 20 شخص ما بين نساء ورجال الآن كشكل قائم، باستثناء العقود الأخرى اللي يعني مع بعض الجهات اللي تنظر يعني لمستقبل الجمعية في قابل الأيام. شو العقود؟ يعني مثلا يعني الآن يعني مثلا دعني أقول لك مثلا يعني مثلا في قضية مثلا تشغيل مركز تلقي الشكاوى والبلاغات كلف بها جهة قانونية، وهذه الجهة يعني تحملت أشهر طويلة بدون يعني بدون مقابل يعني. إيه دعم على أساس أنها تنجح قضيتهم وتأتي مردودها. كذلك بعض الداعمين وبعض الناس يعني يعني تحملوا بعض الجهد في سبيل أن الجمعية لكن أنا أحتاج مسألة معينة. تفضل على السريع الله يعافيك. بس وهذه الأهم حقيقة، يعني هي سبب الخلاف الذي لا يستطيع أحد أن يظهره للسطح. نعم. أنا مضطر أني أظهر في هذه. لا أنا بنظهر. لأن الحلقة أصلا المواجهة. نعم تفضل. يا عزيزي، هناك مشكلة كبيرة في فهم القضية، وفيها جانب إنساني كبير يجب أن لا نتجاوزه بسهولة. عندما تأتي جهة مستقلة لها شخصية اعتبارية وفيها أناس من الأكفاء، نعم، ويمثلون مئات البشر، نعم، والمواطنين السريع المهتمين، نعم، ثم تأتي أو يأتي من يعني يقدم هذه الجهة أنها كتلة من الفاسدين الذين يجب إيقافهم وإبعادهم بدون حكم قضائي، بدون تحقيق. طيب ومن يستمع لهم هالكلام؟ قال على الجمعية هذا الكلام يعني؟ هناك هذا الكلام قيل على الجمعية، هذا الكلام قيل في الإعلام ونقل، وأنا عندي ما يثبت ذلك ومستعد به بأمام أي جهة، واستنتج حيثيات ليست موجودة على أرض الواقع. ولذلك صدر أن المجلس يحل ويشكل بدلا عنه، وهذا يعتبر تدخل حقيقة في الجهة من المستقلة. من وين صدر؟ من تجارة تقصد؟ صدر الآن القرار المبني على ما رفع. القرار يجب أن يصدر، وفيه ميزات جيدة جدا وجميلة. لا لا أنا حكي على أنا أتكلم القرار السابق، العرض الذي قدم، العرض الذي قدم للوزارة إلى حين صدور هذا القرار الأخير. أي عرض في بعض حيثياته، وليس كل، في بعض حيثياته المتعلقة بالمجلس السابق كلام غير صحيح. طيب دكتور ناصر، نعم، أنت شو الجزئية اللي كان متعلق عليها يوم أقول وزارة التجارة؟ والله هو كم جزئية هو. نعم. طبعا أنا بتكلم عن الجمعية، أنا أتكلم عن مشكلة المستهلك في المملكة بشكل. نعم. عام. أوكي، يعني الحلول الآن طبعا الأخوان في وزارة التجارة مشكورين طبعا، وكما ذكرت يتعلق حماية المستهلك بعدة قطاعات، فأنا بتكلم عن مشكلة هيكلية، وذكرت لا بد يكون عندنا استراتيجية لحماية المستهلك. رقم اثنين، لازم يكون عندنا هيئة مستقلة ويكون عندنا نظام مستقل لحماية المستهلك أسوأ من بقية الدول. لا بد يكون عندنا محكمة للمستهلك، يعني في كثير من القضايا حقوق المستهلكين تضيع في الحقيقة. طبعا وزارة التجارة معنية بالجوانب التنفيذ في جزئيات معينة، لكن في أمور أخرى في أنشطة أخرى حقوق المستهلك الحقيقة تذهب هدرا أو أن تأخذ وقت طويل جدا. فبالتالي ننظر إن شاء الله، أنا أعتقد هذه القرارات الحقيقة إيجابية وسوت حراك، ونثمن الحقيقة حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، لكن إن شاء الله ستفتح الباب مجددا. يعني القضية مش قضية الآن في وزير، نشكر الوزير كما ذكر على جهوده الحقيقة مع الدكتور توفيق، لكن الموضوع هي القضية قضية مؤسسية وليست أفراد. الوزير موجود اليوم يكون يروح غدا. العرف الموجود فيه في دول العالم يكون هيئات مستقلة، وهذه إن شاء الله تكون خطوة إن شاء الله نحو خطوة إيجابية نحو إنشاء هيئة مستقلة، وهذه الجمعيات الحقيقة المتخصصة تربط بهذه الهيئة، وأيضا الجمعية الأم تربط بهذه الهيئة، بحيث يكون في تكامل بين الحقيقة الجهات. يعني أنه اللي مرتبطة بالوزارة تكون هيئة تقصد، ما تكون جمعية؟ نعم، هو دائما مؤسسات المجتمع المدني يعني أهم ركن فيها قضية الاستقلالية. أي. يعني أن الآن نؤيد القرار إن شاء الله، حتكون تجربة هي جديدة جدا وإن شاء الله ستنضج، لكن هذا تكون في خطوة لقرارات إن شاء الله أهم وأشمل، بحيث يكون عندنا عناية كاملة بكافة قطاع
حماية المستهلك في المملكة كما ذكرت هو قطاع واسع جدا ويقتصر على عدة جهات حكومية. طبعا الوزارة التجارة ستكون الحقيقة محملة بأعباء كثيرة في قضايا التجارة الصناعة إلى آخره، لكن حماية المستهلك نظرا لأهميتها وخصوصا هناك هيئات أنشئت القطاعات أقل أهمية، فبالتالي أعتقد أن هذا القرار إن شاء الله سيسد فراغ تنظيمي مؤسسي في هذا الجانب، لعله إن شاء الله تتبع خطوات أخرى بحيث أنه فعلا إنشاء هيئة ونظام للمستهلك، وأيضا تربط هذه الجمعيات بعد ما تستكمل إن شاء الله النضج المؤسسي الكافي. فبالتالي أنا أعتقد هذا النظام إن شاء الله أو هذا القرارات التي نؤيدها ستساهم إن شاء الله في كسر الحقيقة موضوع التمويل، من ناحية ثانية تساعد في إنشاء جمعيات متخصصة مهنية تلامس الألم وتزرع الأمل في كثير من القطاعات. كما ذكر زميلي أستاذ فضل، بالآن مع ظهور هذه الجمعيات الجديدة وهذا القرار، وش الموقف القضائي الآن للقضايا السابقة اللي كانت مرفوعة؟ هل تعتبر خلاص انتهت؟ هو ليس انتهت، لأن هي استحقت أو استحقت يعني بموجب القرار خادم الحرمين حفظ الله بشأن موضوع نسب 10% للجمعية تخصم من الغرف التجارية للجمعية كثر الجدل فيها. أنا حقيقة ألاحظ فيها مشكلة، لو كل قرار يصدر من الدولة ثم يأتي مجموعة من الأشخاص بصفاتهم الاعتبارية ويمتنعون عن تنفيذ هذا القرار، وش يعني في لهم التجار تقصد الغرف التجارية ويتمالؤون شو الغرف التجارية من روسهم وامتنعوا يعني كل رئيس غرفة معني بعينه بامتناعه عن هذه الخمس سنوات لأن القرار يقين والأمال التي كانت تطرح عندهم من لعل وعسى ليس الحل الصحيح هو الامتناع عن التنفيذ، الحل الصحيح هو أن تنفذ ثم تخاطب الجهة وتوضح الإشكال الحاصل عندك، والدولة قوية وقادرة على أن تحمي جميع الطرفين. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا، الآن صدر القرار بعد هذه الخمس سنوات، فما هو جواب الجهات الممتنعة عن هذا القرار خصوصا ربما يزيد، لأن أعطى معالي الوزير الزيادة ربما تصل إلى 20 أو 25% الخصومات في قابل الأيام. أما في الماضي طيب وش بيبقى للجمعيات الثانية المتخصصة؟ هو ليس للجمعية هذه، هي قد يزيد معالي الوزير النسب حسب دراساتهم وحسب احتياجهم زين، قد يزيد للجمعيات المتخصصة وربما يخصم على الجمعية في قابل الأيام، وهذا شيء يعني متاح ما في إشكال فيه. لكن الفترة الفائتة الخمس سنوات الماضية التي صدر فيها التوجيه، هو في كل يوم وفي كل عملية إيداع في هذه الرسوم تلقائيا انتقلت من ذمة إلى ذمة، وبالتالي هي أصبحت ديون متراكمة على الغرف وليست ولا يحق لأحد أن يتصرف فيها بموجب النظام الأساسي للحكم، أن هذا المال أن انتقل من ذمة الغرف إلى ذمة الجمعية، وبالتالي هي ديون متأخرة تسدد. طيب ودي أسألك على أيضا المستوى التنظيمي القانوني، وش أبرز النقاط اللي تحتاجها الجمعيات الأهلية كصلاحيات مثلا لتكون ذراع مؤثر؟ دائما الجمعيات الأهلية ليست جهات سلطة تنفيذية بالتأكيد، وبالتالي هي جهات تنحى منحى التوعية وتهيئة الرأي العام حول يعني تبني فكرة معينة أو ثقافة محددة. ما يحق لها ترفع قضايا مثلا؟ يحق لها أن تتبنى قضايا، ما يحق لها أن تتبنى في الإعلام تقول أنه هذه السلعة سيئة مضروبة مثلا؟ نعم، هي داخل ضمن التوعية، ضمنها تبني القضايا، ربما يقام قضايا حتى في صالح التجار أنفسهم، قضايا أحيانا ضد جهات مثلا تسبب مثلا إشكالات على التاجر أو المستهلك بشكل عام. يعني مثلا نجد أن سلعة يعاني منها مثلا سلعة المياه، تكلمنا قبل الحلقة عنها، المياه الجميع يشرب منها، قامت الجمعية وبحثت هذا الموضوع وجدت أن في آثار سيئة في بعض أو معظم يعني المياه، لأن المعايير المقاييس أنقصت معيارا مهما، هذا المعيار يسبب أمراض، تسبب يعني الضعف الجنسية، موضوع الركب. تلاحظون 10-15 سنة الأخيرة معظم المساجد العملية بالعصي ومشكلة الكراسي هذه اللي موجودة في المساجد وفي المجالس وفي وخلافه، هذه الأمراض سببها أو من أهم أسبابها هو عدم اختبار هذه العينة. قامت الجمعية بجهد كبير في هذا وأثبتت الدراسة، لكن ينقصها ميزانيات مالية لتوعية المجتمع بهذا ورفع القضايا فيها. تفضل. خليني باخذ دكتور عبد الرحمن السلطان. حياك الله دكتور عبد الرحمن. اهلا وسهلا، حياك الله. الله حياك. معي دكتور ناصر التويم ومعي عبد الرحمن جريس، نتكلم عن
القرارات الأخيرة المتعلقة بحماية حقوق المستهلك والجمعيات الخاصة بهذا الغرض. نعم. الرؤية العامة والسؤال العام بين العمل الأهلي والعمل الحكومي في هذا الجانب، إلى أي درجة مفروض ننحاز أو يكون عندنا طموح أكثر صراحة؟ يعني أنا أعتقد يعني حقيقة قرار مجلس الوزراء الموقع كان خطوة إضافية في تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني، وبالذات من خلال أن تكون هذه الجمعيات متخصصة في مجالات متعددة. نعم. جمعية حماية المستهلك في وضعها الحالي قامت بجهود نقدر نقول يعني مباركة، وأسست لبعض الممارسات، لكن نحن بحاجة لمزيد من التخصص. فغالبا يعني وبالذات المهتمين في مجالات حماية المستهلك غالبا ما يكونون مختصين في مجالات محددة. صحيح. فلك أن تتوقع يعني مجموعة ما يقدرون أنهم يحيطون بكل شيء يعني، ولا لا؟ لا على مستوى الخبرات ولا على مستوى قد تبقى للجمعية الأم اللي هو رسم التوجهات والسياسات والاستفادة من يعني أو تنسيق بين هذه الجمعيات في حال أنشئت وكانت متخصصة في مجالات متعددة. طيب. ولنا حقيقة في تجارب دول متقدمة يعني أمثلة كثيرة جدا، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول الاتحاد الأوروبي، هناك جمعيات متخصصة لحماية المستهلك في أدق التفاصيل. نعم. وفي تجارب ناجحة في هالمجال. نتمنى حقيقة أن نكون يعني هذه تكون خطوة إضافية لتفعيل مثل هذا التخصص ولجعله هما مجتمعيا وليس محصورا في طيب. مجموعة معينة أو أفراد محددين. طيب. وش أبرز القطاعات اللي تشوف أنها بحاجة أن تقام لها جمعيات متخصصة؟ والله لا أعتقد الأشياء اللي غالبا تمس المواطن بشكل مباشر، وخاصة في يعني في حياته اليومية، خاصة في المواد التموينية أو حتى في المواد الدوائية أو المواد الصحية أو حتى المستلزمات الأخرى في الحياة، لأنه مثل هذه الجمعيات تبقى يكون لديها هامش حركة أوسع من القطاع الحكومي لتستطيع أن تقدم من المعلومة المحايدة. نعم. التي لا تتأثر بأي شيء آخر، مثل ما تشوف قد تقوم وسائل الإعلام بدور حماية المشترك في بعض الأحيان، لكن للأسف سطوة الإعلان قد تحد من هامش حركتها. صحيح. لكن لك أن تتوقع جمعية متخصصة مثلا في الأطعمة أو في المستلزمات تستطيع أن تقدم لنا قوائم بالمنتجات. نعم. العضوية فرضا بشكل محايد. طيب. تستطيع أن تقوم بحماية المستهلك في حال تغير الأسعار ورفعها بطريقة غير مبررة. طيب. تقدم لنا تجارب في كيفية الاستهلاك الأمثل، الاستهلاك الرشيد وغير ذلك. طيب شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن، ودي تكمل صراحة في هالنقطة. نعم هذه النقطة مهمة جدا، هو إن شاء الله هالقرار سيفتح الباب لقضية التخصص، لأنه ترى فعلا في حماية المستهلك. نعم. ما تقدر أن تحط جمعية. صحيح. واحدة هي اللي تمسك كلش، ولا صحيح. هو أنشأنا 34 مركز، ومثل مركز الحماية المالية اللي كجمعيات صغرى يعني. لا في الجمعية داخل الجمعية كجمعيات مركز الحماية المالية، مركز 34 مركز، مركز الحماية المالية، مركز الحماية الدوائية، مركز الحماية المهنية، مركز حماية السائح، مركز توعية المستهلك، مجموعة من. لكن إذا وجدت جمعيات الآن متخصصة كما ذكر زميلي الدكتور عبد الرحمن، يستقطب أصحاب التخصص. نعم. وتكون هذه الجمعية الأم هي التي ترسم السياسة العامة وتنسق، يعني ممكن يكون بينها يعني الاتحادات زي الجمعيات التعاونية. نعم. أنا الآن بمثل نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، هذا المجلس تحته تقريبا 190 جمعية تعاونية في المملكة. نعم. وفي اتحادات في الدول الأخرى. نعم. فبالتالي أعتقد أنه هذه الجمعيات بتعطى إذا أعطيت مكنت ماليا وأعطت استقلالية، أعتقد إن شاء الله سنرى نتائج إيجابية إن شاء الله سيرى المسألة المستهلكة. تفضل عندك في 30 ثانية. أنا لي تعليق قد يكون يعني مغاير قليلا. طبعا. وأن لما تكون جمعية واحدة. نعم. لها مركز قوي وتحت هذا المركز يعني لجان متخصصة. نعم. ومدعومة أفضل كثيرا من كل جمعية تحتاج لها مجلس إدارة، خصوصا أن تشكيل الجمعية من أساسها ينبع من المجتمع من الأسفل للأعلى. وليس من الأعلى للأسفل، بالذات الاستقطاب الأشخاص. نعم. غير وارد. هو يفترض. نعم. أن أشخاص يجون، وأين هؤلاء الأشخاص سابقا؟ يعني قد يكون أمر يعني يحتاج. طيب. إلى مراجعة. الكلمة الأخيرة عندك. الكلمة الأخيرة ناصر، من تجربتك السابقة في الجمعية
بالرؤية اللي ودكم نصير شركاء فيها كحلم حقيقي أمام هذه الزيادة الهائلة. السعوديين يستهلكون كل شيء، صحيح، وهم الأكثر، يمكن أكثر الشعوب العالم استهلاكاً لكل أنا شيء. أنا أعتقد وبالتالي الجمعية، هذه الجمعية المتخصصة، خلها تصير متخصصة، يعني متخصصة في تفاصيل أتصور بتلاقي لها شيء تشتغل. أعتقد الكي بوينت يسمونها النقطة المحورية هي قضية التوعية، توعية المستهلك، هو السلاح بيده. كل ريال ينفق، كل الحقيقة الريال ينفق على المستهلك سيوفر 10 ريالات، هذه بناء على دراسات، 10 ريالات كل ريال ينفق في صحته، في سلامته، في اقتصاده، في بيئته. لأن قضية عندنا في المستهلك ينقصه كثير من الثقافات، الثقافة المالية، ثقافة الاستهلاك الرشيد، الثقافات. وهذه الحمد لله الجمعية بنت بنى تحتية إن شاء الله سننقلها للجمعيات القادمة، بحيث فعلا أننا نواكب في الحقيقة تحركات قادتنا، قيادتنا الرشيدة في تحقيق كل ما يهم المواطن في صحته وسلامته. شكرا جزيلا دكتور ناصر تويم، نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك. شكرا شيخ عبد الرحمن جراج، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا، دائما في المواجهة، أسئلة اليوم وملفات المستقبل. تمسوا على خير.